بس شوي ركني خلاص خلاص تركني مراد مشان بشير شو صاير برا خلاص والله ما بكتر لك استنى شوي بشير لا تهرب تركني خلاص تعال تعال لا تهرب ليش عم تهرب شو صاير مراد بابا جاب لبشير ماكينة حلاقة وأنا بدي أحلق له فيها شو هاد جن نهال احكي مع مراد امسكوا امسكوا يلا انا جاي معي هلا مسكتك امسكوا لا تتركوا وقف بشير وقف لا تهرب بدنا نمسكك يعني ما رح تهرب يعني يا اولاد اهدوا لك وقف رجاء رجاء على مهلكم نهال امسكي امسكي لك يا بشير وقف بشير صباح الخير يا بشير صباح الخير شو صاير هي هدية بشير صارت لعبه بايديهم الله يخليك يا بشير على مالكم يا اولاد لا تركضوا بشير مسكتوا مراد لك اركض بسرعه عجل مراد عجل يا نهال لا. شو ما رح تتركوني؟ خلاص بدنا نحلق لك سكيني خلاص لا تتحرك بشير شايفة هالولاد والله بينحبوا إن شاء الله نمتي منيح نمت منيح بس لسه حاسة حالي نعساني وبدي نام أكتر إذا بدك بروح بقول لهم يحضروا الفطور أنا رح روح لا بقلك عن جد هو كتير عجبني مرة تانية ميرسي العفو تلبسيه بالهنا سبات لا تتحرك يا بشير شو هالموديل مراد بدنا نعمله من عند الرقبة مراد رح احلق لك على الصفوف بالدور انا كمان بدي احلق له حرام لك صاير بايدن مثل الخروف الغبي شوفي شو صار مسخره بين ايديهم وشو بيطلع بايده حاطت حاله بيناتهم مثل اللعبة صباح الخير صباح النور رح حضر لك الفطور يا خانو لا ما بدي غير قهوة اليوم معقولة تشربي القهوة قبل ما تاكلي أنا آسفة رح حضر لك قهوتك فورا بس عند الرقبة فهمت؟ لا تروح لشعراتي ماشي اوعى تتحرك مشان ما يضرب لك ياهم إذا ضرب له ياهم بنحلق له على السفن نهال اوعى تخليه يضرب لي ياهم لا تخاف شو بك بكفي مراد اعطيني اياها لا عم بقول لك اعطيني اياها لشو بكيها ما في انا بدي احلق له طولوا بالكم رح تعملوا لي بشعري خريطة يا بشير يا بشير روح افتح الباب بسرعة بكفي حاجة تتحرك يلا يا عمي افتح الباب بسرعة بشير مشغول استغفر الله مراد لسه بدهن شوي منهم رجاء لا تشوهني دير وشك ها فيروز خانم اجت معهم كمان هيك بيكون اكتمل الفريق مالك بيك يلا روحي استقبلي هون شو فيها شو متصابية بكفي مراد هدا شوي شو صار لك نهال نهال شو بك ضايقت ثبت راسك حاش تحرك مراد قلت لك بكفي طول بالك يعني حاجة لعب هات لهون يا الله منك
Thank you.